حان موعد منافسات بي اف ال مينا. حان الأوان. سيتنافس المقاتلون في 4 أوزان مختلفة خلال موسم بي اف ال مينا المميز، والذي سيتضمن حدثين للموسم العادي، التصفيات وأخيرا نزالات البطولة. يجمع بي اف ال مينا أبرز المقاتلين في المنطقة. حصد المقاتلون 18 حزاما في منافسات الام ام اي، بالإضافة إلى مشاركتهم في منافسات عالمية. لن يتنافس هؤلاء المقاتلون ليكونوا أبطال بي اف ال مينا فحسب، بل سيتنافسون ليكونوا أبطالا عالميين. أنا أكثر واحد يستحق الفرصة دي، ده حلمي، حلم أولادي. ستقام الافتتاحية في مدينة الرياض يوم 10 مايو، حيث سيتنافس المقاتلون في وزني الديك والريشة. سيشارك البطل السعودي عبد الله القحطاني وعلي طالب في البطولة من أجل المنافسة على اللقب والحصول على حزام البطولة. سيتنافس المقاتلون في وزني الخفيف والوسط خلال شهر يوليو في جدة، مع مشاركة المقاتلين المخضرمين في رياضة الـ MMA أحمد أمير وجراح السلاوي. من المقرر أن تقام نزالات تصفيات خلال شهر سبتمبر، وسيختتم الموسم في مدينة الرياض في وقت لاحق من العام، حيث سيتوج 4 مقاتلين بلقب دور المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة على MBC Action في جميع أنحاء المنطقة، وستعرض أيضا عالميا لأكثر من 140 دولة. ترقبوا كيف تصنع الأبطال. تبدأ الرحلة يوم 10 مايو.